كلمة للسيدة هندية مرواني. شكرا سيدي الرئيس، سيدي الرئيس الفاضل، السيد معالي وزير المالية، السيد وزير العلاقات مع البرلمان، زميلاتي زملائي النواب، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون. بعد الاطلاع على التقرير المقدم حول مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015، يتضح أن الاقتصاد الجزائري يتأثر بانخفاض أسعار البترول في الأسواق الدولية التي تؤثر على الجباية البترولية، وبالتالي تتعرض الميزانية لاختلالات كبيرة. لكن ما يلاحظ كمؤشر إيجابي أن الحكومة قد حاولت التحكم في الإيرادات، فبعدما كان الاستيراد يكلف 55 مليار دولار تراجع إلى 51 مليار، وهو إجراء سيكون له الأثر الإيجابي على التوازنات المالية للدولة على المدى المستقبلي. مما سبق يتبين أن الإشكالية تبقى سياسية بالأساس، وهي صرامة حضور الدولة ومؤسساتها في تسيير النفقات العمومية ودعم ميزانية الدولة بمداخل إضافية لمجابهة المديونية الداخلية التي هي كما يوضح التقرير في ارتفاع جراء اللجوء إلى تمويل ميزانيات المؤسسات العمومية من ميزانية الدولة. ونحن نعرف تراجعا كبيرا في عائدات الدولة، لذا يتعين على الدولة ولتحكم أفضل في تسيير الميزانية ضرورة توفير جملة من الشروط لعل أهمها على الإطلاق، وهي من أبجديات التسيير المالي. أولا، وضع نظام معلوماتي نسقي يمكن دوريا من توضيح الرؤية في تسيير الخزينة العمومية للدولة في الوقت. هذا النظام هو الكفيل للمراقبة المركزية لصرف الميزانيات على مستوى الولايات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لتفادي التأخيرات التي عادة ما تزيد من التكاليف الإضافية نظرا لعدم احترام آجال إطلاق المشاريع والإنجاز. ثانيا، إن تسجيل المشاريع والتقديرات تبقى تعرف مشكلات تجعل من الميزانية المخصصة لها لا تفي بالغرض، وتخلق مشكلات في إتمام الكثير من المشاريع نظرا لضعف التقديرات الفعلية. وهنا اسمحوا لي أن أمدكم بعينة من أرض الواقع من ولاية سطيف، فكيف يتم بناء مصحات دون أن تحتوي ميزانية قطاع الصحة ميزانية لتجهيزها، على غرار مستشفى 240 سرير بالعلمة الذي يحتاج إلى 160 مليار؟ فكل تأخر سيجعل هذا المرفق يتدهور مع مرور الوقت بعد أن يكون قد التهم أموالا طائلة من ميزانية الدولة وينتظره المواطن لتخفيف الضغط على الهياكل الصحية الأخرى. ثالثا، ضرورة تبني العقلانية والواقعية في التصريح بالمشاريع على مستوى الولايات والبلديات من قبل المسؤولين، ففي هذا الصدد عادة ما يتم الإعلان على مشاريع يتلقفها المواطن ولكن لا ترصد لها الأموال اللازمة ولا تسجل، مما يجعل المواطن ينتظر تجسيدها. رابعا، إن تسيير شأن الاقتصاد أحيانا ودون العمل بمبدأ العقلانية والأربحية كمبدأان اقتصاديان من خلال رفع التوقعات مثلا من العائدات في التحصيل الضريبي وعدم تحصيلها فعليا ميدانيا يطرح إشكالية صرامة الدولة التي يتعين القيام بالتدقيق الدوري النسقي للكثير من القطاعات. وعلى سبيل المثال وبالنظر لمراهنة الدولة عليه، فإن قطاع السيارات الذي تحصل على تسهيلات من قبل الدولة لا نعرف كم ساهم في توفير مناصب العمل وما هي قيمته المضافة للاقتصاد الوطني. وفي الأخير، يمكن التنويه بمجهودات الدولة والشفافية في تسيير الميزانية. وشكرا.
شكرا الأخت سيدة هندية مروان.